اختتم في مدينة السويداء معرض النساء الرائدات الذي أقيم في صالة مطرانية بصرى وحوران وجبل العرب للروم الأرثوذكس، حيث ضم الكثير من المنتجات المتنوعة التي صنعتها أيادي النساء ضمن مشاريعهن الخاصة بهدف الاستفادة من توالف البيئة وتأمين دخل شهري يكون عونا لهم في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها الجميع. بالنسبة لهذا المعرض كان له هدف كتير سامي، وإجا بوقته كتير مناسب بعد انقطاع فترة طويلة الشتاء والركود والناس هيك الكمود، فكانت هذه فرصة لإلهم إنه نرجع نلتقي مع بعضنا كلنا هالمشاريع والستات اللي نحن كل مرة بنتواجد من خلال البازارات والمعارض. نحن بالنسبة للظروف قلت لك صار نحن نشوف عنا موجودات بالبيت، شو نقدر نحن نخلق من لا شيء الشيء. أنا عاملة ريادة أعمال مقدمة على فكرة. فكرة هي صناعة ألعاب للتعليمية، المناهج التعليمية لرياض الأطفال. خريجت كلية التربية، إجت الفكرة على هيك، خريجت كلية التربية قسم رياض أطفال ومشاركة بأكثر من معرض، وشفت قديش إنه التعليم التفاعلي ضروري جدا هلق صاير، خصوصا بوجود المؤسسات والروضات وهي. احنا لمين بعضنا الصبايا مع بعض عم نشتغل، كل واحدة لها مشروعها الخاص، واجتمعنا سوا لنساعد بعضنا لنقدر إنه لأنه بلشين بإمكانيات شوية ضعيفة، فنحن مع بعضنا بنقدم لبعضنا دعم تعاون، بنقدر يعني نحاول نسوق شيء بسيط لأنه كثير صارت من الرفاهيات أو الكماليات منتجاتنا أغلبها، فعملين شوي بالتسويق. أنا بشارك بزهرات، عندي زهرات بزرع بالبيت وشغلات شيء نظيف، يعني عندي مي بسقي كلها بيبسها وببيعها، يعني عندي إنتاج مليح الحمد لله وببيعه بساعد البيت. يهدف المعرض الذي استمر لخمسة أيام إلى التأكيد على أهمية دور المرأة وضرورة تواجدها في شتى مجالات الحياة وقدرتها على التأقلم مع كل الظروف، وهذا ما أثبتته المرأة السورية من خلال الدور الكبير الذي لعبته عبر التاريخ. من السويداء للإخبارية السورية شام حمد.